عقدت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لقاء مع عدد من أصحاب حملات السفر والزيارة للعراق، وذلك بمبنى إدارة الصحة العامة. يأتي عقد هذا اللقاء في إطار تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الوزارة في إطار خطتها الاستراتيجية للتصدي لمرض الكوليرا ومنع انتشاره بخاصة بين المسافرين إلى العراق. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة وفاء الشربتي، استشارية الصحة العامة بوزارة الصحة. بعد التحية دكتورة وفاء، ما أهم ما دار مع أصحاب هذه الحملات؟ طبعا في خلال هذا اللقاء اللي طبعا أنا فهمنا جدا وكان كلش مثمر، تم التأكيد على أهم النقاط للوقاية من مرض الكوليرا. تم التأكيد على دور الحملات وأدبهم تجاه المسافرين معهم في وقايتهم، فتم التأكيد على أهمية توفير الماء المضمون سلامته لجميع المسافرين في هذه الحملات. أيضا تم التأكيد على ضرورة التأكد من سلامة الطعام المقدم لهم، سلامة القائمين على إعداد هذا الطعام، أيضا ضرورة عدم جلب أي مواد غذائية سواء كانت أطعمة أو سوائل عند قدومهم مرة أخرى إلى مملكة البحرين بعد رجوعهم من السفر. نعم دكتورة وفاء، يعني ما هل وجدتم استجابة من أصحاب الحملات، وما هي أهم الاستفسارات التي أو المقدمة من أصحاب الحملات حول هذه أو حملات التوعية؟ طبعا هو كان الحضور كان لهم تفاعل جدا ايجابي مع المحاضرين، كانت هناك الكثير من الاستفسارات يمكن معظمها كانت دور حول كيفيه التصرف مع اي شخص تظهر عليه هذه الاعراض اثناء السفر. نعم. مثل ما انتم عارفين يمكن يكون الخدمات الصحيه غير موفره بصوره كبيره مثل ما هي موجوده عندنا في مملكه البحرين ولله الحمد. فتم توجيههم إلى أن أي شخص تظهر عليه أعراض أثناء السفر يجب الحرص على توفير السوائل والأملاح له لحين استطاعتهم يعني نقله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي. كما تم التأكيد على ضرورة التزام أي شخص تظهر عليه الأعراض بقواعد النظافة الشخصية. نعم دكتورة وفاء الشربتي، استشارية الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.